نحو يزيد الى القمة الكلاسيكية التقليدية بين شبيبة القبائل ووفاق سطيف. كانت قمة في الأداء والإثارة والتنافس بين فريقين يريدان الظفر بلقب هذا الموسم. شبيبة القبائل لعبت أحسن مباراة لهذا الموسم بميدانها، وعواج أول من بدأ سلسلة المحاولات بتسديدة وجدت الحارس خضيرية في المكان المناسب. شبيبة القبائل حاولت أن تسجل في أسرع وقت ممكن، وإبوسي قدم كرة على طبق لريال، الكرة مرت فوق العريضة الأفقية. الوفاق الصيفي لم يخلق فرص كثيرة، ولكن جورمن انفرد بالحارس عسلة وسجل هدفا لم يحتسبه الحكم بحجة وجود خطأ قبل هذا الهدف الأبيض بالنسبة للوفاق الصيفي. حوسنية كان محل احتجاج عناصر شبيبة القبائل مع بداية المرحلة الثانية بحجة عدم احتسابه لضربتي جزاء. الصور المعادة تؤكد بأن شبيبة القبائل حرمت من ضربة جزاء بعد عرقلة بالعمري في يده الكرة داخل منطقة العمليات. الحكم حوسنية كان قريبا من اللقطة ولم يعلن عن هذا الخطأ للشبيبة التي واصلت الضغط خلال المرحلة الثانية، ولكن خضيرية كان في يومه. أنصار الشبيبة واصلوا الدعم والمساندة، وإبوسي واصل التألق في هذه المباراة، ولكن وجد خضيرية في المكان المناسب. كرة عواج اصطدمت بالعارضة الأفقية رغم أن خضيرية لم يتمكن من فعل أي شيء. كوتشينج موفق بالنسبة للطاقم الفني بالنسبة للوفاق الصيفي بدخول جحنيت وعمل جماعي مميز بين عناصر الوفاق الصيفي. في نهاية المطاف جحنيت في الرواق وفي زاوية مغلقة لم يجد أي حل سوى التوزيع. رماش بالخطأ يسجل ضد مرمى هدف جاء معاكسا ومغايرا لمجريات المباراة. فرحة كبيرة لعناصر الوثاق وحيرة بالنسبة لعز الدين أيجودي رغم أن أشبالي لم يفقدوا الأمل وواصلوا الضغط ليأتي المنقذ والذي يعيد الروح لمدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. إبوسي الذي يسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة بكيفية ممتازة ومن دون ترويض الكرة. خضيرية هذه المرة لم يجد الطريقة المثلى لإيقاف محاولات شبيبة القبائل. إبوسي وفرحة كبيرة عند عناصر وأنصار شبيبة القبائل. نعم، 5 دقائق من الصعود. الكاميروني إبوسي أصبح مدلل أنصار الشبيبة. المباراة كانت مثيرة والوثاق الصيفي رغم أنه لم يخلق فرص كثيرة على غير عادته لأنه عرف كيف يتفاوض في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ويعود بنقطة ثمينة. تنتهي المباراة بتعادل منطقي بين الوثاق الذي يبقى رائدا والشبيبة التي تبقى ترقب السباق عن قرب.